أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة أيها الإخوة سورة الروم، سورة متممة لسورة العنكبوت قبلها، وإن كانت هذه السورة نازلة قبل سورة العنكبوت، والدليل على أنها أخبرت بنصر الفرس على الروم، وهذا قبل الهجرة بسنوات، يؤكد أنها نازلة قبلها، لكن في سياقها وغرضها هي متممة لسورة العنكبوت. فما غرضها ومقصدها؟ غرضها عظيم يا إخواني، وهذا الغرض نحتاجه في هذا الوقت الذي نعيشه في أحداث الأمة اليوم من تسلط أعداء الله عز وجل من الطغاة المجرمين، وما نراه من أمل وفرج قريب في نصر الإسلام والمسلمين، وهو آية من آيات الله تعالى. هذه الأحداث التي حصلت أيها الإخوة في الأمة كأحداث تونس وليبيا ومصر والأحداث الجارية في سوريا واليمن، حقيقة أنها أحداث هي آية من آيات الله. لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها أو يمكن يتوقعها قبل سنين. وهذه السورة تؤكد هذا، أن الأمر لله في تصريف الأمور والأحداث والأحوال، لله الأمر من قبل ومن بعد. يمكن أن نجعل هذه الآية أيها الإخوة هي خلاصة هذه السورة في بيان أن الأمر كله وتصريف الكون كله لله سبحانه وتعالى، يصرف الكون حيث يشاء، ينصر من يشاء ويذل من يشاء، ويعز من يشاء أو يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. فهذه السورة تخبرنا بالأدلة والشواهد أن القدرة النافذة في تصريف الكون لله وحده، في أحداث الناس فيما بينهم، وفي أحوال الناس في معيشتهم، وفي أحوال الكون كله، في أحداث الناس من الحروب وأحوالهم المعيشية من ما خلقهم الله عليه، ومن أحداث الكون كلها بتصريف الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن في هذه السورة وعد من الله بنصر دينه وتمكين عباده المؤمنين وتطمين لهم، وكأنها متممة لسورة العنكبوت التي عانت بأولئك المستضعفين الذين فتنوا في دينهم ثم هاجروا من أجل في سبيل الله، فالله تعالى هنا يؤكد لهم أنهم منصورون، وأن دينهم منصور، وأن أمرهم ظاهر بإذن الله. ولهذا لاحظوا إخواني أن الله تعالى يقول: ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، كأن هذا فيه إشارة للمؤمنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وهذه هي الآية الرابعة من الآيات التي أفادت بذكر وأشارت بذكر غزوة بدر.
يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ولاحظوا أنه قال في ثنايا السورة أيضا أو في آخرها قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد جازم عازم من الله أنه سينصر المؤمنين. ولا شك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أحرى الناس وأحق بالنصر، صابروا وصبروا وجاهدوا. ثم في آخر السورة أتى الوعد مرة أخرى بقوله فاصبر إن وعد الله حق. ما هو وعد الله؟ بالنصر والتمكين، ووعده بإهلاك المستكبرين المكذبين. فهذه السورة أيها الإخوة تبين لنا وعد الله الباقي الدائم بنصر أوليائه إلى يوم الدين، فهي خير ما يستأنس به في عصرنا الحاضر إخواني الكرام، في خير ما نستأنس به أن نتعلق بهذا الوعد وأن نحقق شروطه وأن نسعى لتحقيقه بما أمرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. دعونا أيها الإخوة نتأمل السورة، وإن كان الوقت ربما يضيق لكننا لعلنا نستطيع أن نأتي يعني على آياتها ببيان مناسب. قال الله تعالى ألف لام ميم. افتتاح السورة بالحروف المقطعة فيه إشارة للتحدي، فيه إشارة للتحدي وإعجاز ووعد بالنصر كما قلت لكم في سورة العنكبوت افتتحت بحروف المقطعة ولم تتبع كغيرها بالحديث عن القرآن، كأن فيها إعجاز من نوع آخر، وهو إعجاز بإعجاز بنصر الله لأوليائه ولدينه وإهلاك أعدائه الكافرين المكذبين. أما غيرها التي افتتحت بحروف المقطعة وأتبعت بحديث عن القرآن فهي إثبات أن هذا القرآن حق، لكن هذه السورة لا، هي كذلك وإضافة إليه بيان أن دين الله حق وأنه منصور وأن الكافرين لهم العذاب العاجل والآجل. قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم. متى غلبت الروم ومن غلبها؟ غلبتها الروس الفرس، وذلك أنها تلك الدولتان كانت أعظم دولتين في ذلك الزمان، كما نقول في وقت الحاضر أمريكا وروسيا الاتحاد السوفي من قبل. هؤلاء الفرس عباد أوثان، وهؤلاء الروم من أهل الكتاب، فكان المؤمنون يفرحون بنصر الروم لأنهم أهل الكتاب، وكان المشركون كفار قريش يتطلعون أو يحبون ويفرحون لنصرة بني جنسهم من عباد الأوثان. فغلبت الروم، غلبتها فارس في هزيمة نكراء عظيمة في أدنى الأرض، هزيمة لا يتوقع بعدها إلى عودة، لأنها في أدنى الأرض. المقصود بأدنى الأرض أي أدنى الأرض من قبل بلاد العرب، يعني أدنى الأرض أقرب الأرض أقرب بلادهم إلى بلاد العرب، وإن كان في هذه الجملة أخذ بعضهم فيها إعجازا علميا بأن أدنى الأرض وأقل مستوى للأرض، أدنى مستوى للأرض هو منطقة البحر الميت التي هي أخفض الأرض وفيها وقعت تلك المعركة. هذا إن صدق فهو يوافق الآية، لكن المقصود بأدنى الأرض هنا أدنى الأرض من حيث بلاد العرب. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا مع يعني أن هذه الهزيمة لا يتوقع بعدها أن ترجع الروم إلى القوة، فإن الله عز وجل يبين أن الأمر له، وكما غلبوا سيغلبون، كما غلبوا سيغلبون، لإثبات أن الأمر لله
وأن التصرف بيده، وأنه يقلب الأمور كيف يشاء سبحانه وتعالى، وأنه ينصر من يشاء ويذل من يشاء. قال في بضع سنين. ولماذا وما المقصود ببضع سنين؟ البضع من 3 إلى 9. أبو بكر رضي الله عنه فرح بهذه الآية حين تفرح المشركون على المسلمين بنصرة فارس، فأنزل الله هذه الآية، ذهب مستبشرا إلى المشركين وقال لينصرن الله الروم على فارس، ثم راهنهم بذلك ب5 قلائص أنهم سينصرون، فراهنوه على ذلك لأنهم لا يتصورون مع هذه الهزيمة النكراء أن تعود الدائرة للروم في وقت قريب، وهو إنما قال لهم في بضع سنين دولة تهزم هزيمة نكراء يمكن أن تعود قوتها في بضع سنين. هذا في تخطيط الطبيعي البشري بعيد، يحتاج إلى سنوات حتى تعيد قوتها. فراهنهم على 5 سنة؟ على 6 سنين. راهنهم على 6 سنين، فمضت 6 سنين ولم يغلب الروم الفرس، فأتوا قال يا أبو بكر الرهان، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في بضع سنين، قال ألا مددتهم إلى 9؟ لأن البضع إلى 9 سنين، هذا يبين أن البضع إلى 9 سنين، فمدهم إلى 9 سنين فغلبوا أو فغلبوا في 7 بعد الهجرة. يعني هم بعد الهجرة، وقد قيل أن أبي بن خلف قد أتى إلى أبي بكر وهو قرب الهجرة وخشي أن يهاجر ويذهب عليه رهانه، فقال اضمن لي الرهان، قال ابني عبد الرحمن، ولم يكن أسلم بعد. فوقع الأمر الذي وعد الله تعالى به في 1 التي نصر الله فيها المسلمين على المشركين في بدر. في 1 التي وقعت فيها بدر ونصر الله فيها المسلمين المؤمنين على الكافرين، وقع فيها نصر الله الروم للروم على أهل الكتاب، فكان فرحا مضاعفا للمؤمنين. ولهذا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي يوم ذلك النصر سيفرح المؤمنون بنصر الله فرحين، فرحا بنصر الروم وفرحا بنصرهم هم على هؤلاء المشركين. فلله الأمر من قبل ومن بعد، لهذا جاءت قوله لله الأمر من قبل ومن بعد استطرادا بين الجملة، وإلا فالجمل في بضع سنين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لكن لما كان الغرض فيها إثبات أن الأمر لله قال الله لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك النصر ومن بعده، فكل الأمر له سبحانه وتعالى. ينصر من يشاء، وهذا وعد أيضا بنصر الله للمؤمنين، في قوله ويومئذ يفرح المؤمنون فيه وعد وإشعار بنصر الله في بدر. فهذه هي الآية الرابعة كما قلنا، هذه هي الآية الرابعة في إخبار الوعد بالنصر، بنصر يوم بدر. قال الله عز وجل ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. العزيز بقوته وغلبته على الكافرين، قدرته عليهم، والرحيم بالمؤمنين المستضعفين بأن ينصرهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده، فهذا وعد من الله منجز، فهو سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف وعده، فهو وعد من الله لهم بالنصر. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون سنن الله في الكون وفي
في الخلق والبشر، لو كانوا يعلمون سنن الله لعلموا أن ذلك أمر متقرر ثابت ممكن، لأن سنة الله باقية، ومن تتبع سنن الله عرف ما هو واقع بإذن الله، لأن لكل أمر سنن إلهية تحقق بتحققه بإذن الله عز وجل. قال الله في أمر الكافرين: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي سنن الله وأمر الله وإرادة الله وحكمه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ما المقصود بالظاهر في الحياة الدنيا؟ الأمر الذي بين أيديهم فقط، معيشتهم وأحوالهم والأمور التي يشاهدونها أمام أعينهم. أما حقائق الأمور وحقائق الحياة الدنيا وما فيها من صراع الحق مع الباطل وسنن الله في دول الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس، ووعد الله لعباده بالنصر، وبيان أن هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء، وبيان أن هذه الدنيا زائلة متحولة، بتحول الليل والنهار كما يتحول الليل والنهار، وكما يزول الإنسان ويتجدد خلقه. هذه أمور لا يعلمونها، يعلمونها لكنهم غافلون عنها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الأمور الظاهرة. وهذا يبين لنا إخوان الكرام أن العلم بظاهر الحياة الدنيا ليس ذا شأن عند الله عز وجل، وليس ذا فخر، وليس موضع إكبار وانبهار كما هو الحاصل الآن. أولئك، هؤلاء الغرب أيها الإخوة أعداء الله، هؤلاء الكفار الآن يعلمون شيئا عظيما من أمور الدنيا لا نعلمها، من دقائق يعني أمور الدنيا، أو من الأمور الظاهرة في الحياة الدنيا، من هذه المصنوعات والصناعات والمراكب والطائرات والسفن والتقنيات، هذه حقيقتها أيها الإخوة لا شيء أمام حقيقة الحياة الدنيا. ما بالك أخي الكريم من إنسان يعلم دقائق الأجهزة والمخترعات لكنه لا يعلم حقيقة الحياة الدنيا التي من أجلها خلقها الله. ما لماذا خلق الله الحياة الدنيا؟ ألم يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقط الحياة الدنيا ما وجدت لأجل هذه الاختراعات ولا لهذه التقنيات والاكتشافات والمظاهر الكبيرة، لا. إذن هؤلاء لا يعلمون شيئا، وإن بهرون بما هم عليه من اكتشافات ووصلوا إلى ما وصلوا من الفضاء والأقمار الصناعية والاكتشافات العظيمة التي لم يسبقهم فيها أحد، إلا أن هذه كلها مختزلة في شيء يسير يسمى ظاهر، أما الحقائق فلم ينتبهوا لها. وعلى هذا إخوان الكرام الواجب على المؤمن أن يعلم حقائق الحياة الدنيا ولا يصرفه تلك الظواهر عن الحقائق. ما هي الحقائق؟ الحقائق يعلم حقيقة الدنيا لماذا وجدت، ابتلاء فتن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعلم أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وعمل للآخرة، فيكون هذا سعيه، يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان فيصبر على ما أصابه. هؤلاء هم الذين يعلمون باطن الحياة الدنيا وظاهرها. فلنعي أيها الإخوة أن هذه العلوم التي فتحت على العالم اليوم ليست بشيء عند الله، ثم قال الله يؤكد ذلك: وهم عن الآخرة هم غافلون. كأن الله تعالى يقول الحقائق في الدنيا أنها طريق إلى الآخرة وسبيل إليها ومزرعة لها، فمن ينتبه لذلك ومن يكون سعيه لها؟
وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يتفكروا في أمرين. تؤذن بها هذه الآية أيها الإخوة، حقيقة لا ننتهي من بيانها والتفكر فيها، لكن الوقت لا يكفي، إلا أنني أحيلكم إلى من وقف معها وقفة حقيقة نفيسة وحري أن يقرأ كلامه فيها، وهو الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان له كلام نفيس في تقرير هذه الآية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم قال الله: أولم يتفكروا في أنفسهم ليعلموا حقيقة الأمر وإدراك سنن الله عز وجل ولماذا أوجد الله الخلق، يتفكروا في أنفسهم. فالله يدعوهم إلى ذلك: ما خلق الله السماوات والأرض ومن بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لو تفكروا في ذلك لعلموا أن حقيقة ما هم فيه على غير ما أراد الله، بل هم عن ذلك غافلون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لقاء ربهم في الآخرة بسبب إعراضهم عن الحياة الآخرة والتفكير فيها وعدم معرفتهم لحقيقة الحياة الدنيا. قال الله بعد ذلك في أمرهم بأن يتفكروا في أمر يدلهم على الحق والحقيقة، قال: أولم يسيروا في الأرض، بعد أن تفكروا في أنفسهم بالنظر يسيروا في الأرض بالتفكر في خلق الله فيما يرونه من سابق أمم سبقتهم فكذبت فعاقبها الله عز وجل وأخذها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من المكذبين، كانوا أشد منهم قوة. ولا شك أن عاد وثمود أقوى من قريش، فقد آتاهم الله ملكا عظيما ومكنهم مما لم يمكن فيه قريش. قريش ليست على شيء في مقابل أولئك، ولا عشر ما آتاهم الله تعالى. عاد الذين جاءوا كان خلقهم أعظم خلق مما خلقهم الله عز وجل في قوله تعالى: إيش؟ لا قبل في الآية الأخرى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، لا في أجسامها ولا فيما مكنهم الله تعالى فيه، حتى أنه يقال أن الغلام لا يبلغ إلا بسن 80، وأن طولهم طول الباب 80 ذراعا، يعني 40 مترا. هذا خلق عظيم. أما هؤلاء ليسوا على شيء، ولهذا قال: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. وما معنى أثاروا الأرض؟ يعني حرثوها واكتشفوا كنوزها في استخداماتها المتعددة، ولذلك كانت مصنوعاتهم عظيمة. إلا أن الله مكن أهل هذا الزمن بأمور أيضا أثاروا فيها الأرض بمخزونها وكنوزها وصنوعاتها، مما هي تقيم عليهم الحجة في آيات الله عز وجل. قالوا: عمروها أكثر مما عمروها بالقصور والبيوت والحدائق وغير ذلك، أكثر مما عمرها قريش. وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، بل ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب واستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. قال الله: لكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي أن الله جعل هذا عاقبة لكل من أساء السوء في مقابل الحسنى، يعني الأمر السيء، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم بين الله عز وجل آيات في هذه السورة كلها افتتحت بلفظ الجلالة،
كلها أربع آيات افتتحت بلفظ الجلالة، كلها تركز على بيان أن الأمر لله في تصريف الكون، في تصريف الأحوال، في تصريف المخلوقات وأحوالها. قال: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، أي أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وهو الذي يبدأه ثم يعيده في البعث إذا أراده سبحانه وتعالى، ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. قال الله إتماما لذلك: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الإبلاس هو يعني أبلسوا، انقطعت الحيلة عنهم، انقطاع الحيلة عنهم، فليس لهم سبيل في الخلاص بعد ذلك. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. كانوا يظنون أن شركائهم سيشفعون لهم، وكانوا بشركائهم يوم القيامة كافرين، أي أنهم سيكفرون وكانوا بشركائهم كافرين أي يوم القيامة، فهم سيكفرون بهم لأنهم لم يجدوا ما يظنون، ما كانوا يظنون فيها ويطمعون في أن تشفع لهم. قال الله: ويوم تقوم الساعة، مرة أخرى إعادة لبيان أحوالهم، يومئذ يتفرقون. كيف يتفرقون؟ أي يتفرقون حزبين، يتفرقون بين المؤمنين وبين الكافرين، فهؤلاء حزب الإيمان وهذا حزب الكفر. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. والحبور هو غاية السرور الذي يظهر فيه السرور الباطن والظاهر، سرور القلب بالفرح وسرور الوجه بالابتهاج، فهم في روضة من رياض الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها ومن أهلها، في روضة يحبرون، فهم ينعمون بها ويحبرون أن يسرون فيها غاية السرور، نسأل الكريم من فضله. ثم بين حال الكافرين فقال: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. بين الله سبب استحقاق العذاب: كفروا وكذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة، فهذا سبب استحقاقهم العذاب، فأولئك في العذاب محضرون، أي أنهم حاضرون في النار أو أنهم سيحضرون لها، المعنيان ظاهران لا تنافي بينهما. ثم بين الله عز وجل آيات أخرى، انتقل السياق هنا في بيان أيضا آيات من آيات تصريف الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تقليب الأمور بيده سبحانه وتعالى، الإصباح والإمساء كله بأمر الله عز وجل، فله ينزه الله تعالى عن هذا الشرك الذي أشركوا به، وأن له الحق، له الحق في العبودية وحده سبحانه وتعالى، فسبحانه تنزيها له عما أشرك به المشركون وزعموا أن آلهة دون الله تعبد. قال: حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، له الحمد بأنه صاحب التصرف الكامل والذي هيأ هذا الكون لنا بأن جعل فيه ليلا نسكن فيه وجعل فيه نهارا نتعيش فيه. قال: له الحمد في السماوات والأرض، له الحمد أي ثناء الكامل، فهو المحمود الموصوف بالكمال المطلق في كل أمر من أموره سبحانه وتعالى وخلق من خلقه، وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية جمعت أوقات الصلوات الخمس من الآيات الثلاث التي ذكر الله فيها أوقات الصلوات، منها هذه الآية. فحين تمسون تشتمل على
تشتمل على العصر، صلاة العصر، وتصبحون الفجر، وعشيا المغرب والعشاء، والظهر أيضا يدخل في المساء، يكون الظهر والعصر في المساء، الظهر والعصر تمسون، وعشيا المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر. والآيات الأخرى التي جمعت الصلوات الخمس، آية الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس وغسق إلى غسق الليل، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأيضا أيش الآية هي طه؟ لا هذه لا أحسنت، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن آلاء الليل فسبحه وأطراف، نعم وأطراف النهار لعلك ترضى. أحسنت. هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كلها في تصريف الكون ودلائل قدرته على الخلق وتصريفه وتنوع خلقه سبحانه وتعالى، وهي كلها راجعة إلى تسخير الله عز وجل لهم وتهيئة الحياة لهم. قال: ومن آياته أن خلقكم من تراب. ما المقصود خلقكم من تراب؟ إما أن يكون المقصود أصلكم من تراب وهو آدم عليه السلام، أو أن يكون عيشكم من تراب، إذ أن عيشكم قائم على النبات والحيوان وأصله التراب، فهذا معنى يمكن أن تتضمنه الآية. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض، تعيشون فيها برزق الله عز وجل، وتتهيئون فيها أسباب رزقه وعيشه. ولهذا قال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، تفرقون في بلاد الله عز وجل بعيدها وقريبها. فهذا امتنان من الله عز وجل لهم، أن الله هيأ لهم الأرض، خلقهم منها، ثم هيأهم للانتشار فيها والعيش فيها. فهذه منة من الله تعالى، وهي تصريف من تصريفه للكون وللخلق. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ذكر الآية الثانية وهي أصل الأسرة وأصل بناء يعني البناء الأسرة التي بها يتكاثر الناس ويتناسلون، وهي الزوجية. فقال: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ثم ذكر حكمته في هذه الأزواج، أنها ليست للتكاثر فقط، بل هي لأنسكم واستقراركم وسكنكم. فحكمة الله في الزواج عظيمة ومتعددة، فمنها استقرار الإنسان وسكناه وحصول الألفة له مع من يعيش معه، وأقرب ذلك هو زوجه، قال الله: لتسكنوا إليها. والسكن هنا داخل فيه معنى السكون والاستقرار، وهذا هو الأصل، ومنه يقام المسكن. المسكن إنما سمي مسكن لسكون الإنسان فيه واستقراره، ولا يقيم الإنسان مسكنه وبيته إلا ليقيم فيه أسرته. فالبيت لا يقيمه الإنسان لنفسه وحده، وإنما يقيمه ليقيم فيه أسرته التي يسكن معها. فأصل هذا البيت ليس هو الأصل في المسكن، إنما المسكن مع من يسكن فيه. فالبيت الذي لا أحد فيه ليس فيه سكن، فالأصل هو من يعيش فيه. قال الله: وجعل بينكم مودة ورحمة. وما الفرق بين المودة والرحمة؟ ما الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة بالمحبة، هي المحبة وما في القلب من الألف والقرب، والرحمة التي به يتعاش الناس حتى مع عدم توافقهم. فهو إما أن يكون الإنسان يعيش مع أهله بهما أو بأحدهما،
والرحمة المقصود بها أن يكون رحيما بزوجه وأهله برعايتهم وقيام شؤونهم ومراعاة أمرهم، كل ذلك داخل في معنى الرحمة. فمن حكمة الله أنه جمع الله تعالى للإنسان هذين الأمرين، الأول راجع إليه بحصول المودة والمحبة والألفة، والثاني بحصول الرحمة التي بها يرعى حاجات هذه المرأة ويقوم بشؤونها ونحو ذلك. فما أعظم هذا التركيب العظيم في خلق الله عز وجل والتصريف البديع في بناء بيت الزوجية الذي منها تنتشر البشرية وتتناسل. لذلك قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم أيها الإخوة، إن نشأة الأسرة وبناءها وما شرعه الله فيها من المحبة والمودة والرحمة ليحتاج إلى التفكر في نعمة الله عز وجل، ويحتاج إلى التفكر في سنة الله بهذا الأمر الذي يبين لنا أن شرعة الله عظيمة. فلو كان الناس رعاعا لا سبيل لهم إلا الاجتماع لكان ذلك سبب في تقاتلهم وسببا في نزاعهم وسبب في طمع بعضهم ببعض، لكن هذه الأسر وهذه القبائل هي سبب في تراحمهم وتكاتفهم وتعاونهم ومواساة بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا جعلنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف والتآلف والتكافل عظيم في شرع الله عز وجل، يحتاج إلى التفكر ويحتاج إلى أن نوثقه في بيوتنا وفي أسرنا وقبائلنا ومجتمعاتنا، فإنه من أعظم ما أراده الله عز وجل لخلقه وشرعه في شرعه ودينه. نقف هنا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص، ويفهمنا بكتابه علم كتابه، ويرزقنا علمه والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.